بصح الريو بلاستيكي ده غالي، من بعد قالوا احنا نشوفه واش بصح او لا. تحياتي مرحبا، واحد التعليق ديال الاخت نهيله وديال يازير بانه في الفيديو اللي سبق ديال ريو بلاستيك اذا التغازوت قالوا بان هذا الفندق غالي. اليوم غنشوفوا واش فعلا هذا الفندق غالي بالمقارنه ام لا. النقطه كنأكد عليها، كنعاودها، كنقول اوتيل ريو بلاستيك اذا التغازوت، حيت كاين تيكيده في مراكش، كاين تيكيده في اكادير، كاين بزاف، ولكن ماشي بحال اللي في التغازوت. الاخرين تيكيده وهادو الريو شركه اسبانيه ومع مغربيه وعطاتنا هاد الوطن. ولكن واحد النقطه مهمه غنتكلموا عليها، الا وهي بعدا اولا في خمس نجوم كاين هناك تصنيفات، كاين اوتيل خمس نجوم عاديين وكاينين اوتيلات للفخامه. بلدان غربية عربية كتلقي هذا النوع ديال الفنادق، هي كتصنف احيانا خمس نجوم ولكن كتلقى حتى واحد طابع كلاسيكيين على حسب البلد واش غربي ولا عربي. مثلا حنا عندنا رويال ايرمار رويال منصور الان كيتصلح، حتى هو فيه هذا الطابع ديال ملي كتدخلي ليه كتحسي راسك في الاندلس. دابا راه كيعاودوا يصيبوه، بالاضافه الى الماموليه كذلك كتفكرني بالحضاره ديال المياه ديال داك الزنجير الفوسيل في ساء، كانك كتعيشي في فتره الاندلس. نذكر الصور قدام شويه عندهم شي 4 سنين، هاد الصوره كذلك في 5 نجوم في مراكش بالون مقاطس. الصهد ما أجمل الصباح في مراكش. واش الريو ديال التغازوت غالي؟ غناخدو حنا لوطيلات ديال 5 طوال، ما غنقارنوش لي سويت، ما نقارنوش الأجنحة اللي كتكون في لوطيلات، لا غرف عادية كتبقى أضعف مبلغ، كيبقى هو 1500 ليرة. هديك 1500 ليرة ما كتكون داخلة فيها حتى حاجة، لا مساج لا رعاية، يعني لا غدا لا عشاء، بعض الأحيان حتى الفطور لا. إلا تغديتي وتعشيتي ودرتي الفطور، والناس اللي كتشرب المشروبات بزاف ما بين الوجبات وخاصة الكول في الوطيل، غيبغيو يغادروا الوطيل غيدفعوا 3 تخيبل المبلغ باش حجزوا الغرفة لليلة فاش بغاو يدخلوا، كتضاعف الحجز ديال الفندق. إذا هنا علاش أنا كنقول لكم بأن الريو راه ما غاليش. اما واحد لاله مولاتي دبي كما ترون الان، هذاك ما غنهضرش على الفنادق ديالها، غنخليها حتى ندير ليها شي فيديو خاص بها، لان لوطيلات فيها شكون الاخ ديالي اللي كيعزف هذه الموسيقى، تحيه ليه. بالاضافه كنتمنى انكم ديروا لايك وتعليق قبل ما يسالي الفيديو، اما الاشتراك انتم اللي كتقروا في نهايه الفيديو. قادر على رداءة هذوك الصور والفيديوهات ديال مراكش، دائما لا للتفاهه لا للميوعه لا للملل، نعم للافاده. عجبتكم القناه تشتركوا فيها، وعينيكم تحيي.